السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج أنا المبرمج المحترف لتعليم برمجة الألعاب. السلسلة دي خاصة بالأدفانسد، يعني في حاجات متطورة. إن شاء الله في هذه الحلقة هنتعلم إزاي نعمل حاجة كانت زي مدينة وفيها جسر وفي حمام سباحة والسكاي بوكس. التفاصيل أكتر اللي أنا هتعلمه، مثلا هنتعلم حاجة إزاي نعمل ترين هي الأرض والسكاي بوكس والووتر اللي هو الميه، ونضيف بيجاس، وهنعمل زي نعمل داون نود لادوات تانيه احنا محتاجينها، زي مثلا الجسر والحاجات دي نعملها داون نود مره من خلال الويب سايت ومره من خلال الستور اللي هي اسمها اليونت ستور من جواها، ونعملها امبورت. الدرس ده مفيد جدا ليكم، هيديكم فكره على حاجات كتيره جدا انتوا محتاجينها. هنسيبكم دلوقتي حالا ونخش جوه الكمبيوتر ونشرح ونشوف. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه، وما تنسوش طبعا اللايكات والكومنتات والاسئله بتاعتكم زي العسل دي. هنسيبكم دلوقتي حالا ونخش جوه الكمبيوتر عشان نشرح. اهلا بكم جديد، النهارده هنتعلم ازاي نعمل مدينه ونستخدم ادوات الادوات ممكن نعملها داونلود من الاكسس ستور مثلا، وهنعمل ازاي نعمل مثلا جسر ومدينه وحمام سباحه مثلا حواليها اشجار والسحاب مثلا هي السكاي واسمها سكاي بوكس والحمام السباحه مثلا في قلب المدينه دي كده. يعني انت عايزين نخش جوه اللعبه كده ونجرب ونشوف وايه وحاول نمشي، وهقول لكم ايه عشان هقول لكم ازاي ايه الحاجات اللي نتعلمها. ده يعتبر الجسر، ده حمام السباحه، ودي اشجار بتنزل تحت وبتطلع فوق زي تقريبا موجودة في لعبة سكند لايف، بس احنا بقى دي هنعملها تصميم، دي ملهاش علاقة بالبرمجة. الكورس ده تعتبر الحلقة الأولى. عارفك دي شجرة، وطبعا دي مباني هناك، ممكن تحط مباني ممكن تصممها انت ب 3D، وممكن تستوردها مثلا او تعملها داون لود من خلال جوجل المكونات الموجودة تبع يونيتي، تعملها داون لود من هنا من الاسيت ستور او من خلال موقع في الادوات مثلا 3D، ممكن تعمل تختار مدينه، ممكن تعمل حاجات كتير قوي. المهم خلينا دلوقتي حالا نبدا ونخش ونشوف هنعمل الحاجات دي ازاي. مبدئيا السين دي كده هنقفلها، وخلينا نفتح تاني صورة. انا اسف سين عايز احطها هنا، وبعدين هعمل سين جديده نيو سين، دي انا عايز اقفلها خالص، واعمل نيو سين، واروح هنا افتح الويندو بتاعتي اللي انا عايزها باي ديفولت نوع جديد، وعشان طبعا فتح اللعبه اسف هروح هنا اقول مثلا نيو سين، هعمل سين جديده، وما انساش طبعا اعمل داونلود، اعمل امبورت طبعا الباكج بتاعتي عندي كاركتر، الحاجات دي كلها اعملها داونلود عشان حتى لو مش هتستخدم حاجات منها ممكن تستخدم بعض الحاجات، يعني كاركتر ده هيستخدم بلير في برمجه، احنا عرفنا ازاي نبرمج كاركتر لوحده، لكن هنا هنستخدمها عشان ما عندناش وقت نعملها برمجه من اول جديد، عشان مجرد بس نجرب اللعبه وهي بتمشي. طبعا عندنا مثلا مكتبه اسمها انفيرومنت اللي فيها برضو ماتيريالز انت محتاجها الى اخره، بالاضافه طبعا في حاجات ثانيه هنعمل لها داونلود زي مثلا السكاي بوكس عشان اعمل السحاب لفوق، وطبعا دي سكاي بوكس دي انا عملها داونلود وحطيت حطيت الباكج بتاعتها. خلينا نفتح شو اكسبلورر، لما جيت انا عملها داونلود اداني الباكج بتاعتها هنا اهي، عندي طبعا بريدج ده الجسر، وطبعا سكاي بوكس، وعندي ووتر اللي هو انا عايز اعمل حمام سباحه. على حسب بقى الحاجه اللي انت عايزها انت عايزها تعملها، بتروح عند الاسيت ستور بتكتب اسمها وبختار ايه، بختار فري، ولما تعملها داونلود اقول لكم بستوردها ازاي. بتستوردها طبعا زي احنا عرفنا في البدايه خالص، يعني مثلا هكتب انا اقول ووتر مثلا، اقول ووتر مثلا اهو، اختار فري عشان طبعا ايه لو انت معاك فلوس اشتري حاجه بفلوس، بس احنا عايزين ناخد الحاجات اللي هي الفري. فهتلاقي مثلا اي واحده من عايزها مثلا دي تختارها، مثلا دي عملناها داونلود،
وبعدين كده ايه هتدوس على هي موجودة خلاص، هتجيلك زر كده مكتوب عليه داونلود، بس طبعا عاوز دي طبعا عملت داونلود هيجيلك زر اسمه امبورت، لو دوس على امبورت هتجيلك هنا. او انت ممكن تعمل هنا كليك يمين مثلا، كليك يمين في الاسيت وقول مثلا امبورت نيو اسنت، وتختار بقى الاسنت اللي عايز تعملها، تختار عم تعمل سيلكت للفولدر اللي هو ده عشان تقدر تستخدم الادوات فيها. مبدئيا كده عايزين نمشي واحده واحده. اول حاجه هعملها هروح عايز احط الارض، الارض بتاعتي جايه من 3 دي، وادوس عند اللي اسمها ترين. هنا من ضمن الترين بتاعتي انا عايز مثلا العب في البروبرتيز بتاعتها اكتر، اروح عند السايز عايز احدد الريزولوشن بتاعها يعني الطول والعرض وكده، اقول مثلا 100 ومثلا 120 العرض، ارتفاع 120 العرض بتاعها 120 تمام. وانا عندي هنا طبعا ادوات كتيره جدا زي دي جبال، ممكن طبعا ايه دي مرتفعات ودي منخفضات، ممكن اعمل لها مرتفعات بالمنظر ده كده. طبعا ايه مش هتكون واضحه عندك، انما تعمل عليها زوم وتعمل عليها طبعا دي مرتفعات، يعني يعني كانك مثلا في مدينه لازم تعمل الجبال، يعني المرتفعات دي عامله زي الجبال بالمنظر ده كده. يعني موضوع ايه سهل جدا ما فيهوش اي ادنى صعوبات. وبعدين ممكن اروح دي عندك ادوات كتيره جدا للفرش تشكل بيها المرتفعات اللي انت عايزها، يعني مثلا تشكل النجمه هنجر كنترول زد. طبعا هنا البروش سايز يعني الكميه اللي بتطلعها في الفرشه بتاعتك. عندك هنا منخفضات، ممكن اعمل منخفضات مثلا بالمنظر كده هنا، يعني بقى انت المدينه بتاعتك بتصممها على الشكل اللي انت عايزه بالمنظر بتاعك ده. بس انا عايزها كده، يعني انا عايزها ايه، انا عايزها كده بالمنظر ده كده، يعني مرتفعات ومنخفضات. عشان اعرف اعمل ايه الحمام السباحة بتاعي، الحمام السباحة بتاعي هيكون طبعا ايه في المنظر، هيكون ايه في المنطقة دي تحت دي. بس انا لازم ايه عايز كده يكون ارض ملساية، عايز اكون في مستوى بعض عشان طبعا البلاير يقدر يمشي عليها. انا هعمل زوم عليها عشان ايه لازم اخليها طبعا ايه بالشكل ده كده عشان اقدر يعني كانك يعني بتبني حمام سباحة. دي اسمها منخفضات التضاريس يعني او اللوكيشن بتاع المنطقة بتاعتك. هرجع تاني هنا هعملها مثلا ايه جبال تاني، اختار البرستي ده مدى الشفافية بتاعتها احطها فيها مثلا اهي. يعني لحد ما دي المنطقة دي اللي يقدر يمشي عليها طبعا البلاير بتاعك. ممكن كمان تحط جسر، هنا. طيب عشان تبقى المنظر يبقى واضح اكتر ممكن تعملها مثلا ماتيريال وتلونها مثلا، بس مش ينفع تتلون دلوقتي يعني. ممكن اعمل ماتيريال مثلا كرييت نيو ماتيريال، واديله مثلا اي كلر عشان يكون مثلا الاخضر. بس خلي فكره ان هنا تيجي تلونها مش من الماتيريال، خلينا هنا في روح عند الارض. عايز طبعا الادوات دي بتاعت عشان بتعاملك، كان عايز اعرف طبعا ادوات في الارض بتعاملك الدنيا يعني بتخلي مثلا الحاجات دي تبقى شبه ملسه. عندي طبعا لو عايز اعمل اشجار دي مثلا، عايز اعمل انا ادوات يعني دي اشجار ودي مثلا ادوات زي القطع كده بتفيدك في حاجات كتيره جدا. هنا عايز احط اشجار
اقول مثلا edit tree add tree. هنا بقى مش هلاقي ال tree بتاعتي، فبحتاج اروح لو هتأكد هنا تري عندي طبعا للحاجات الموجودة عندي بشكل مؤقت، اختارها دي اقول ادوس اد التري، اختار التري ودي هتجيلي طبعا كمية كبيرة اوي. انا عايز طبعا اقلل التري دي اشجار او تعمل نجيلة مثلا، او طبعا في حاجات كتيرة جدا ممكن تظبطها اكتر. طيب انا عندي هنا عامل دوم عايز احط المية مثلا حمام السباحة، بس خليني اقول ايه، دي على فكرة ورد وشجر، وعايز احط ورد مثلا وشجر والحاجات دي كلها. عندي طبعا ايه، خليني كده عايز احط هنا مثلا حمام السباحة، احط هنا ووتر. انا طبعا هعملها هنا باكج، الباكج بتاعتي فين اسمه فيها سكايبي، خلينا نستخدم سكايبي اول. السكايبي عشان استخدمها يا جماعة بروح عند حاجة اسمها ايديت واختار بروجكت سيتنج، وبعدين اختار لا بلاش نعمل سكايبي دلوقتي، احنا عايزين ندخل مثلا الووتر، ادخل المية مثلا، المية بتاعتي ادخلها اسمها ووتر فين، ادي ووتر اهي الباكج بتاعتي. في مثلا خلينا افتحها، في ادوس مثلا على ديمو سينس، او ممكن اكتب كده ووتر عشان اخد الاوبجكت بتاعها على طول. انا عندي هنا مثلا كذا اوبجكت، عندي هنا كذا اوبجكت اهو، لما جيت حطيت مثلا الميه هنا فلازم اكبرها. اروح عند دي، عند العلامه بتاعه التكبير، انا اسف الميه جايه بشكلها هنا، دي الميه لتحت، فايه هطلعها فوق شويه كده، ده الحمام السباحه ممكن افضل اصغر فيها واظبطها طبعا على قد المكان. متقلقوش طبعا من زيادات، الزيادات دي ممكن طبعا ممكن اروح عند الهضبة دي واعمل زيادات عليها كده عشان تبقى زي حمام السباحة بالظبط، يعني لحد ما ممكن في خلال المية دي اروح عند المية فين الووتر، الووتر ممكن تطلعها فوق سنة. طب ممكن كده إيه؟ ايه عشان اجرب طبعا ممكن محتاج احط البلير، اكتب هنا بيرسون فيرست سكند فيرست بيرسون بالفايل، انا حطيت البيرسون بتاعنا اهو، طلعه فوق شوية عشان طبعا نجرب دوس بلاي، ونروح عند بتاعت الجنس بتاعت دي الشجر بتاعي، بس الشجر بتاعي طلع شكلها وحش يعني. ادينا اهو ماشيين، ده حمام سباحة بس مية شكلها ايه، طلع هنا شكلها مرعب عشان اخترت مية عاملة زي المحيط، يعني زي انت ما عايز. طبعا اصل الاشجار دي لازم الونها، احط لها ماتيريالز والونها، ومنطقة الجبال دي الونها، يعني هو ده هنعمله ده ايه دلوقتي حالا. ودلوقتي حالا محتاجين مثلا نضيف سكاي بوكس، يعني عندنا بص كده السما عندنا ايه ديفولت عادي، فانا عايز احط مثلا سكاي بوكس، هروح مثلا هنا اكتب مثلا داونلود دي او داونلود، او اكتب سكاي بوكس بس سكاي بوكس، اهم حاجه تكون عارف انه سماعي، ندوس انتر واضرب انتر كده واختار اللي هي فري ماشي. هجيلك طبعا ايه حاجات كتيره جدا، في انواع كتيره جدا مثلا عندنا ده وده سكاي بوكس السما، يعني اهم حاجه في اللعبه بتاعتك تكون سما، احنا مختارين دي ممكن تختار السما دي زي انت ما عايز، بس عشان ما تخش في داونلود يعني ندوس عليها دوس امبورت، هتجيلك ايه الباكج، مش مطلوبه بيك، مش مطلوب منك اسحبها من هنا واحطها هنا كده على طول، لما تيجي تعمل داونلود انما دي لك تختار الصفحه دي كده، هيجيلك زرار اسمه داونلود، دوس على داونلود هتلاقيه بيتحمل معاك، لما تخلص تحميل هيجيلك زرار اسمه ايه امبورتنت، مجرد ما تدوس امبورتنت هتحط هنا ماشي. لما تحطها هنا مش مطلوب عشان احط سكاي بوكس، اخدها كده دروب يعني، احط
دروب كده على طول. لا، في طريقة معينة احط فيها السكاي بوكس، اروح على الويندو اختار حاجة اسمها، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، اختار لايتنج، في حاجة اسمها لايتنج، في سيتنج. السيتنج هنا الاقي واحدة اسمها سكاي بوكس ماتيريال، اختار هنا. عندي طبعا ادوات كتيرة جدا من السكاي بوكس بتاعتي، تمام. في حاجة ديفولت وفي صور موجودة عندهم، بس انا عايز اجيب السكاي بوكس بتاعتي اللي انا اخترتها. يعني مثلا عندي، انا عامل داونلود دي، اختار داونلود، عندي داونلود دي، شوف السكاي بوكس بتاعتك اللي انت عايزها. وعندي مثلا سكاي بوكس عندي طبعا، وعندي التانية دي اغمق منها شوية، وعندي دي، زي انت ما عايز يعني، حسب اللي انت محتاجه ايه. انا طبعا عشان نعمل اللعبة طبعا بتحتاج كل حاجة تكون فاتحة، او على حسب اللي انت بتعمل لعبة بتتكلم عن قصة فيها رعب وكده، جيب سما، جيب سما مثلا مرعبة. طيب كده خلاص عملنا السما. طب لو هي سحاب محتاج اعمل تشينج الديفولت بتاعتي بتاع المدينة دي او الجزيرة دي اللي احنا عاملينها، فمحتاج اعمل تشينج اللون بتاعها. اروح عند الاداة اسمها فرشة، الفرشة دي روح عند اقول edit texture add، اعمل select مثلا، اعمل select لأي لون مثلا تلاقيه، اخترت مثلا اللون ده اقول select، او بس مثلا select، بس طبعا مش ده، ده ميعتبرش لون مناسب يعني. خليني اروح عند التانية دي، على فكرة اللي هي مناسبة هتجيلك زرار مفعلة اسمها add. يعني مثلا اختار اللون ده كده واقفلها، هتجيلك مثلا عندك الوان كتيرة جدا، بس المفترض يعني ده تقريبا اللون بتاع المدينة مش مناسب، اختار اي واحدة منهم مثلا اهي. اختار دي، ندوس على دبل كليك، يعني مش عايز تجنبي بقى. طيب اعملها تاني من اول جديد، edit textures add مثلا add، خلي لون مثلا، لونها مثلا ايه، عايز لون كده يعني كويس يعني، مثلا وليكن ده، بلس add، عملت لك ايه المدينة كلها باللون ده. ممكن كمان ادوس اد تكشرز وادوس اد كمان، اضيف مثلا الوان تانية على حسب بقى المدينة بتاعتك اللي انت عايزها بلون ايه. مثلا اختار دي اد، عايزة مثلا باللون ده ابلاي، ولا باللون ده، ماشي. لما ادوس على اللون ده ادوس عليها اختارها. وعلى فكرة ممكن كمان اشوف الوان تانية، مجرد بس ما ادوس ابلاي المفروض تعمل زي حاجة ايه، زي ريفرش كده. خلي كده اروح عند ترين، اعمل دي ريموف، لما دي تعمل مثلا ريموف هديلك ايه شكل المدينة بتاعتك كده. يعني كده ايه، عرفت تشكل الترين بتاعتك. طيب انا عايز اشكل الاشجار بتاعتي دي، خليها لونها خضراء بدل لونها بيضاء. اروح عند الاشجار بتاعتي دي، edit textures، اعمل edit، واختار مثلا، اختار مثلا ايه من على جنب كده مثلا اشجار ليها لون اخضر مثلا مناسب، بس اختار اللون ده كده، عملت لك لون اخضر اهو. خلينا نشوف مثلا ايه، او اللون ده مثلا كده ايه ابلاي. يعني هي غلطتك التكشرز بتاعتك على شكل الاشجار. انا يعني ممكن كمان اعمل حذف، بس انا مش عايز الاشجار دي بصراحه، دي مقرفه بالنسبه لي، اقول لها مثلا ريموف. هي لو نيت لك طبعا الديفولت قبل كده خليتها لك اللون العادي. طيب مؤقتا نمشي كده لغايه الحل بتاعنا ده. طب انا عايز اعمل جيتس، اكتب روح هنا اكتب بريدج، هتلاقي مثلا بريدج، او خش على الموقع بتاعك ده، اكتب مثلا هنا ايه، دوس على فايند مثلا، مثلا لازم اعمل على فكره اكونت،
خليني كده ارجع الويب سايت بتاع الويب سايت بتاع الاساسي، واكتب هنا مثلا اقول في خاصية انا ممكن اعمل فيها سيرش، او هنا مثلا بريدج اهو، اكتب بريدج واعمل داونلود مثلا الحاجة اللي انت عايزها. ويقول انا كاتب سبيلنج غلط، او ممكن كده اخدها مثلا كوبي بيست عشان ما اعرفش انا بصراحة انجليزي. اروح عند 3D اكتب مثلا بريدج، او خد ممكن تخش على الترجمة اكتب اللي انت عايزه مثلا، اختار مثلا دي، عندي هنا بريدج اهو، عندي واحد اهو. هو على الفكرة دي احنا عاملين داونلود، ممكن دي كمان اختارها اعملها داونلود، بس اختار خلي بالك يعني مش اي بريدج اختار، لازم اختار الامتداد اللي هو اسمه اف بي اكس، لازم اختار اف بي اكس. وانت حظك بقى لو دي طلعت خير وبركه، انا اختار اف بي اكس وجات لنا الحاجات دي كلها اف بي اكس. ممكن اختار مثلا دي اهي واعمل لها ايه، واعمل لها داونلود. على فكره مساحتها مش كبيره، مساحتها صغيره شويه، اقول لها مثلا ايه داونلود. كانك يعني بقى بتعمل لعبه، يعني بدل ما تصممها جديد من اول 3 دي ماكس، انت عندك امكانيه ان انت تعمل داونلود يعني مش هتقعد كتير، مساحتها صغيره 14 ميجا لغايه مثلا ما تعمل. عايز اقول لكم ايه، عندك تاني في حاجات مثلا داونلود مثلا سيبك من البرج دلوقتي، حالا عندي احنا دخلنا الميه الوطه وطه، وبعدين الوطه وطه كاركتر. هنشوف بس ممكن في الحاجات التانية الحاجات اللي عندنا مثلا مش فاكر والله التاني كتبته. اولد بيج عندي بتاعت المباني، المباني اسمها بيلدر، المباني تقريبا اسمها بيلدر بس مش فاكر اسم الباكج بتاعتها ايه. على العموم كده كده دي كده تخلص من داون مود، وبعد كده هنا ممكن مش عاملها بس بورت على ما كده تعتبر خلاص خلصت 53%، مش مشكلة. بيلدن اسف، ممكن اروح مثلا اهم حاجة الماتيريالز بتاعتي، ابدأ اقلب فيها مثلا لغاية ما تلاقي الأداة عشان اقدر احطها. يعني مثلا عندي في البورت ماتيريالز بيلدينج، عايز اشوف تكستشرز شكل المباني عايز احطها. لا بس تقريبا احط البيلدينج نفسها كده هتعمل ولا حاجة. لا متعملش الماتيريالز، انا عايز اقلب فيها شوية. دي مناسبة يعني شكل المباني، يعني عندي شكل المبنى ممكن تحطه بس هي صح قدامي فكبرها شوية. لا دي أداة المباني، طيب هتسيبها مشاهدين أحسن. أنا عايز مثلا إيه دي هي تكون موجودة عندك هنا، ده شكل مثلا شقة أو أوضة، كبرها تعمل بس عايز تكبر وعايز تصغر وعايز تغير كمان الوضع بتاعها. يعني مثلا دي عبارة عن شقة، دي شقة مفروشة دي بس صغيرة شوية. دي مثلا ايه ماتيريالز، حركها بقى يمين شمال على حسب بقى ايه اللعبة انت بتصممها. مثلا هاخد واحدة تانية مثلا دي مكتوبة ده شكل كده عمارة كبيرة، هاي عمارة كبيرة هاي، ودي مثلا ايه دي عمارة كبيرة، دي عمارة كبيرة، ودي عمارة كبيرة، ودي عمارة كبيرة. يعني لحد ما خلينا نطلع فوق كده، انا كريت ممكن ادوقها، ممكن دي ادوقها اعمل زوم كده ده شكل فعلا شكل المبنى اللي محتاج منه اهو.
المهم بقى ان هو داونلود بتاع الداونلود خلص هي فين؟ اخد واحدة اقول مثلا اوبن فولدر خدها كده كوبي خدها كوبي بس ده وبعدين هروح عند فين عشان انا كنت محتاج احطهم جنب بعض زي مثلا احطهم جنب الاسيت في نفس المشروع ده جيم تو ده المشروع العربي او خليها كده او مثلا فولدر اهو مثلا اقول اكستراكت هجيب طبعا الحاجات دي كلها اعلم المعلم الاخيرة دي طبعا ممكن اسحبها كده واروح على المشروع بتاعي المفروض طبعا تجهز فولدر تحطه جواه بس يعني الافضل يعني اعمل فولدر يعني بس جواه يعني كليك يمين كرييت فولدر هسميه مثلا ايميل او افتح الايميل واسحب طبعا الحاجة دي كلها واحطها جواه وهلاقي طبعا اشكال طبعا كتير او الجسر بتاعنا او بين الاسد المقولة الاخيرة مع الادوات والتولز والماتيريالز بتاعتها افتح الايميل خلينا نشوف جواها في ايه خلينا نسيب دي ماتيريالز خلينا نشوف الجسر ماتيريال فين دي كلها ماتيريالز اصل انا لسه عاملها دلوقتي حالا زي ما انتم شايفين مش يعني شكل كده هو ده الجسر هو ده الجسر فايه محتاج اطلعه فوق شوية الجسر اهو الجسر هيعدي عليه مثلا دبابات اي بقى موضوع وبعدين ابدأ اكبرها كده مثلا ونزلها تحت شوية يعني انت بقى تظبط بقى الدنيا عندك يعني ده شكل الجسر اللي بتمشي عليه الدبابات ممكن يمشي عليه كمان لير تمام كده ويمشي عليه كمان لير ويعدي ايه ناحية تانية طيب انا اجيب كده خط اللير مثلا هسرش على اللير اقعد بقى فيرست بيرسون فيرست بيرسون تعالى بقى نشوف بقى وانا بشغل اللعبة انا ماشي بالليل بتاعي شايف السما شايف المية ممكن انزل تحت نزلت تحت في المية ممكن اطلع فوق تاني على حسب بقى البرمجة بالليل ده بس شايفه كده مش عايز يقع عشان المية قوية قوي فبالتالي هشغلها من اول وجديد يعني انا بديلكم يعني مجرد فكره ازاي استخدم ادوات وانا مش محترف طبعا اعمل وانا مش بيرفكت اعمل خلينا هو الجسر وانا مش هقول عليه بس مش مظبوطة عشان كده البلاير يعني انت بقى تظبطها وكده نشرحها في الفيديو ده اضافة اشجار اضافة الرياح لا الفيديو التاني بقى نعمل حاجات تقدمها هنلعب بقى في اللايت بقى وهنلعب في حاجات تانية وانتوا ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.